adiabatic mixing of two air streams. بمعنى الخلط الأدياباتي لتيارين هواء أو لأكثر من تيار مؤلته. كمراجعة سريعة، احنا تعرفنا على الإجراءات الأساسية اللي هي sensible heating, sensible cooling, humidification, dehumidification والإجراءات الثانوية اللي هي cooling and dehumidification, heating and dehumidification, heating and dehumidification و cooling and humidification. واضح؟ زين. الآن خلونا نتعرف على هذا الإجراء. طبعاً إجراء جداً مهم. هذا الإجراء يقول عندما تخلط كميتين من الهواء إلهم different enthalpies، إلهم انثالبيات مختلفة. أنت من تخلط بخلاط المي ماتب اللي موجود بالمغسلة تخلط مي حار، تخلط مي بارد، يطلع لك مي دافي مناسب إلك، comfortable، مي مريح إلك. واضح؟ لأي استخدام معين، لاستخدام الغسيل، لاستخدام التنظيف. طبعاً إلى different enthalpies وإلى different شنو؟ moisture content أو specific humidity. كل واحد إحنا بدنا نحكي هسه مو عن مي، هذا المي دافي، بدنا نحكي عن هواء. واضح؟ الهواء تخلط مثلا هواء فريش اير ويا هواء منه مدور ريسيركليتي من الحيز من البنايه. واضح؟ فهذا الهواء الخارجي بالصيف تجيب انثالبيته عاليه رطوبته عاليه، صحيح مطرح؟ تجيب له هواء من داخل البنايه انثالبيته اقل ورطوبته اقل. واضح؟ فدا يقول هذول التيارات الهواء اللي بيجي من التخلط الانثالبيات مختلفة والهي specific humidity والهي specific humidity ايضا مختلفة. ذني مخلطة شو يصير في الفاينل كونديشن مالتي؟ الفاينل كونديشن مالتي راح يعتمد على depends on او depends upon على كل تيار، كل جزء منه. بمعنى مثالنا اذا تفتح مي حار وتفتح مي بارد اللي راح يطلع بعد الخلط شنو الكونديشن مالته؟ لا انطيني صفته، صفته خواصه شنو؟ حار بارد؟ شو ما ادري، شو ما ادري كان ايش قد فتحت مي حار وايش قد فتحت مي بارد. هسه الاجابه صحيحه. حسب كميه الخلط يعتمد على كميه الكتل. فانت من تجيب كتلة ماي حار هواي تخلطها ويا كمية ويا كتلة ماء بارد قليل، بالنتيجة راح يطلع لك الناتج قريب للحار، صح؟ يعني الكتلة هي اللي تأثر على انثالبية الخارج. فانت من تخلط كتلة عالية انثالبية الخارج شبيه كتلة حرارة، كتلة ماء حار عالية راح يطلع لك انثالبي عالية بالناتج. اذا تخلط كتلة بارد عالية راح يطلع لك انثالبيه منخفضه. فدا يقول ان الناتج يعتمد على كميه الكتل اللي انت تخلطها. واضح زين. نفرض هذا الاموان انثالبيته شنو؟ هذا كتله الهواء الداخل بالصف الاول بي انثالبيه واحد وبي محتوى رطوبه واحد، صح؟ الثاني بي انثالبيه ثانيه وبي عفوا بي كتله ثانيه وعنده انثالبيه وعنده محتوى رطوبي ثاني، صح لو مو صح؟ هسه ذني نخلطه شو يطلع لي؟ يطلع لك الثالثه بي كتله ثالثه انثالبيه ثالثه ومحتوى رطوبي ثالث. واضح؟ واضح.
اسمه continuity equation. الكتلة الأولى زائد الكتلة الثانية شو يساوي؟ صح لو مو صح؟ صح لو مو صح؟ تخلط كمية كتلة واحد اخلطها ويا كتلة اثنين زين راح تطلع؟ راح تطلع الكتلة الثالثة. زين لا مو نفس الشيء على اتش هسه بقول لك ليش. احنا ايش قلنا؟ قلنا الانسان بالخارج الانسان بالثالث هذا على شنو يعتمد؟ على شنو يعتمد؟ يعتمد على كتل كتل الخارج. فبالتالي ما يصير تقول اتش 3 يساوي اتش 1 زائد اتش 2 ما يصير. ليش؟ لان انت اتش 1 واتش 2 ما مكتوب هنا بالعلاقة. هذا غلط. ما مكتوب هنا بالعلاقة زين كمية الماء الحارج قبل الماء البارد. فبالتالي هذا الفرق ما يعرفه. بالتالي لازم لازم تدخل الكتلة. لازم تقول كمية الحرارة الواحد أو كتلة كتلة تدفق الأول. إحنا نحكي على الهواء. عوفونا الماء الحارج البارد. كمية الهواء كتلة الهواء بالشرط الأول بالضرب الواحد في التعبيته. فقرضة فراش اير بالصيف كتلت اشكت في انتربيت اشكت تجمعها مع كتلت بالثاني كتلت المتشاركليتي كتلت الهواء المدور اللي انت رجع كتلت الهواء المدور اللي انت رجع لا واحد واحد كتلت الهواء اللي مرجع في انتربيت هذا شي يساوي فراح تنجمع ذلك الكتلتين تصير عمل ثلاثة في انتربية جديدة اللي هي انتربية ماشي ماشي زين. كذلك المحتوى الرطوبي كذلك هم بالكتل نعم نعم. انت من تجيب محتوى رطوبي لازم تجيب كتلة تشكل في محتوى رطوبي بلس كتلة الثانية في محتوى رطوبي الثاني يساوي مجموع الكتل في المحتوى الرطوبي الناتج. احنا شو نريد؟ يعني صار الكتل هسه هذا مال الجانب الكتل الثاني الناتج ما راح يطلع لي الجانب راح يشرح لي راح يطلع لي الكتله في الجانب يعني رابط يصير لي شرح طلع لنا في هو محتوى حراري راح يطلع الجمل في الاتم الثلاثي من اي محتوى حراري ناطر على المحتوى الحراري اي هسه انا ضربت الان 3 انت مو هيك انت مو هسه اقول لك انت شو تريد؟ انت هذا عندك انت تقول يا ما رجعونا او دخلونا فريش اير بنسبه 25% وانت عندك الكتله الكليه مال الهواء اللي يدور بالمنظومه صح لو مو صح؟ رجعونا 25 طلعوا جيبوا لنا 25% هواء فريش هاي الكتله حددتها انت ايش قد عندك مثلا كتله الهواء اللي تدور هاي تعرفها من اللود جاي من اللود هاي ترايح حاسب لود ومكمل وجاي قال يا بتر احنا نحتاج هاي قد كتله هواء واضح وحاسب فرش ايش قد تحتاج فتقول احتاج 25% فرش اير انت البيئه الهواء الخارج بتعرفه بتشتغل بالصيف بفلان مكان فلان مكان من الكره الارضيه بفلان وقت فتعرف الضغط الخارجي درجه الحراره 45 ولا تبي يوم يجي مثلا 55 40 هذا الشرط عندك تعرف هسه انت تجيب تخزينه توضيحيه تعرف هاي عدك هاي عدك المدور عدك ايضا نسبته 75% المدور والانتربي مالته تعرفها سالبيه الروم تعرفها انت ومجموع الكتل طلع مجموعها نقدر نحسب منهن خاصيه الاتش شو تساوي؟ الكتله الاولى في انتربيتها الكتله الثانيه في انتربيتها على مجموع الكتل تعرف عرفت الشرط الثالث اللي يصير بعد الميكسينج اللي هو هنا هذا عرفته عرفت مين من كتل وخصائص هاي وكتل وخصائص هاي كذلك اقدر اعرف بعد خاصيه بنفس الطريقه كتله اولى دبليو اولى كتله ثانيه دبليو ثانيه كتله اولى زائد كتله ثانيه واضح واضح زين زين شوف لو تلاحظ هذا 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 الكلام هاي المعادلات اللي شفناها شلون يمثلوها شلون يمثلوها
دبرط ابرط ابرط انت عندك الهواء الجوي صيف درجه حرارته عاليه وياك وياك موجود موجود درجة حرارة عالية اللي هي هاي النقطة هاي تشوف النقطة واحد درجة حرارة عالية ورطوبة عالية إيه هاي تشوفها درجة حرارة هنا قريب 50 لا معي هذا ظرف الجو افرض درجة حرارة 40 45 ورطوبة في 40 رطوبة النسبية 40% 45% 50% تصير النقطة هنا واحد وافرض الرموم عندك الظرف الراحة هسه قلت لك شنو ظرف الراحة؟ ظرف الراحة هسه انت مرتاح ولا لا؟ هسه احنا انت مرتاح؟ ليش؟ ما مرتاح لا الجو مريحك ولا لا؟ الجو مريح الجو مريح الجو والا كان عربي او كان بردي ظلت تبدي فمريح ظرف الراحة هذا ايش قلت؟ ظرف الراحة هذا يتراوح يعني 24 لا لا ما قلت اعطيك شروط 24 هذا 24 الجو اللي يرتاح به الانسان عادة كأذن 24-50% أنا لا تدري يوم الدين فيصير هنا هذا الظرف الراحي شوفه هذا الظرف غالبا يصير هنا إذا خلينا نفرض الإجراء أو المنظومة ما تأشر تدخل هواء فريش اير واحد وترجع هواء من الروم تطلع قسم منه وترجع القسم الباقي فايش يصير؟ يصير خلط واحد والثاني الخلطة يطلع عن شنو؟ خلينا نكتبها ام ميكس حتى تكون دلالتها اوضح هذا شلون يمثلوا الاجراء انه اردنا سنتو بالبور اللي يمثلوا خط عدل لتنخفض درجه الحراره والسنسبل هيتنج يمثلوا بخط عدل لتعلى درجه الحراره الميكسنج شلون يمثلوا هي خط واصل بين النقطتين واضح لا 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 احنا ما لك علاقه عندك نقطتين جوردن هذا شنو خط الميكس نقطة الأم تطلع وين؟ تطلع على هذا الخط. حتى لو عدل؟ هو عدل؟ هو عدل. ما المهم إذا عندك نقطة فيها وده يصير فيه هذا الإجراء الأمانة هذا شيء في الأمانة. معناه شنو؟ الجوردينات تطلع مستقيم معناها ده تخلط خواص. ده تخلط خواص. هسه نجي نعلق في التعليق. لو فرضنا بأنه 50% أنت جاي بفريش و 50% مرجع يعني نص هواء جاي من الجو ونص هواء مرجع من الظرف وين تقع نقطة هنا على الخط؟ عافية بالنقطة تقع هنا قلل الفريش اير سويه 40% النقطة وين تقع ترتفع؟ ايه 40% 60% وين تروح؟ النقطة انا بقول عنها تنزل لجوه تتجه باتجاه الروم ليش؟ لأن كمية الكتلة ما في النقطة الثانية ده تعلى فالنقطة الناتجة وين تتجه؟ تتجه باتجاه خواص الروم الثاني أنا أشوف الآن تدرجها بالارتفاع لوين والانخفاض لوين هي جت الخلطة راح يعمل لا أنت إذا تكبر كتلة اثنية فالنقطة الناتجة وين تتجه؟ مثلا كبر سوي فرش اير 25% وسوي الريتيرن اللي هو 2.75% فراح تصير ام 3 ارباع هنا بالثلاث ارباع ها؟ مو عكسية هي اذا تتجه باتجاه الكتلة الاكبر واضح؟ انت مو تقول 50% خلينا نسويها بالاحمر ونعين النقاط نقطة 50% 50% وين تصير النقطة؟ تصير النقطة هنا تشوفها خوش تصير النقطة بالنص تماما واضح؟ تمري على طول زين خلينا نغير اللون نقول مثلا 60% ب 40% وين تروح النقطة؟ نسبة النقطة لهنا ليش؟ لأن كبر كمية الهواء مال الثاني واضح؟ روح اخذ 70% ريتيرن يعني 70% خواص الهواء الراجع و 30% خواص الهواء فريش نسبة النقطة بعد أكثر واضح؟ روح أخذ 80% هواء راجع و
20% فرش اير نزلت النقطه بعد هنا واضح هذا انت قانون يعني جميل مو قانون هذا هو هاي هذا ما هو هذا اذا عندك ارقام ونغير بس بالكتل ونغير بس بالنسب راح تلقى هاي النقطه لتتجه هذا الاتجاه هذا اذا ما غيرنا من كنت غيرنا بالانتاج لا 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 بالانتاج انت ما تغير احنا نغير بس بالخلط بس بنسب الخلط يعني هسه انت هسه انا اقرب لك اياها بمثال توضيحي كلش حلو هذا هسه من ترجع منا من البيت خلاطات مال المغسله كاكات افتح كل الكتله افتح كل الكتله الحاره وكل الكتله البارده وشوف شنو يطلع قلل من الكتله البارده ايش صار بالناتج صار حار هسه احنا ايش بنسوي احنا صيف بنشتغل صيف بنقلل الهواء الحار لان الفرش اير حار فاحنا مو صح الهواء الجو حار بنقلل شنو بنقلل الهواء الحار بنسده صار 50 سويناه 40 وهذا صار 60 قام يصير بالهواء الجاي عبيه قام يصير بارد بالضبط فانت دا تسد الكاك بالمي بما انه شتاء انا ضربت لك هذا المثال فسد الكاك البارد طلع المي شويه طلع المي اسخن سده بعد طلع اسخن بعد سده بعد طلع اسخن بعد واضح طبعا هذا مثال تقريبي ليش يعني انت بدك تسد الجسمه بدك تسد المي البارد بس ما تغير كميه المي الحار ما فهمتني يعني انت مو بدك تسد الكاك البارد المفروض تفتح المي الحار بنفس سده البارد حتى تبقى الكتله ثابته هنا تصير هذا الشيء بالهواء صحيح انت تقلل 40% من الهواء البارد بس انت زيدت 10% عن 50 سويت 60 صار بالهواء الناتج صار ابرد قلل بعد الهواء الخارجي الجاي من برا وزود الهواء المرجعه صار ابرد قلل بعد هاي 90% هواء بيتحكم بالمثال بكميه عافيه كنت 90% ب 10% فرش اير وين نزلت؟ نزلت هنا تسوي 100% وهنا 0% بس 2 يعني هذا الخط يعني هذا الخط الشمالي بس دوت هذا عاش انت بقى هذا ساكت زين يعني احنا هذا المسائل هسه تجي المسائل بارقام هذا لو اي نعم ماشي 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 مرات شوف هذا هذا الفكر التوضيحي مرات يصير عندك خلط بالهواء الناتج يطلع فيه ضغط مرات ليش من يكون درجه الحراره مال الضغط الخارجي باسه حار ورطوبتها عاليه شوف هاي درجه الحراره عاليه لو مو عاليه واحد عاليه رطوبتها عاليه لو مو عاليه الدبل عاليه خلطوها ويا درجه حراره قليله هاي درجة ورطوبة قليلة بالخلط وين طلعت النقطة الثالثة؟ عافية فوق الإشباع فشكل بخار ما صار بي صار بي فوق هذا فوق معناها ضغط ماشي؟ زين خلونا هذا الحكي اللي حكيناه خلونا نشوف التطبيق أمسح السبورة؟ شنو هذا فريش سجل انا عندي مشكله بالخواص هسه انا قلت لك في دي شو مثلا طلب لا لا مشكله بالخواص يعني شنو المشكله يعني اذا اشوف دائما نحتاج الدبليو دبليو الدبليو نوتيفيكيشن والاشياء الانتاقي والمحتوى الطويل. أشوف عندني دائما. نعم. بينما أشوف كل أسئلة أكو بيس بس. نعم مرات نحتاج بيس بس. يمتى حكي الآن كطالب أحتاج هاي طرقعها حتى كلها. مبدئيا بالممارسة بالاستمرار حتى لو هنعطيك طريقة حتى لو طلع بس درجة الحق بس المحتوى الرطوبي والانتاقي زين. إذا تريد تحتاج للسبيسيفيك هيوم للسبيسيفيك فوليو ارجع طلع مبدئيا ده الأهم أنا بدك تعطيني قوانين كاملة ما يعني هسه أعطيك حالات مو إن حالات هواي ما أنا ما أرد أدوخك
اذا وردك تحفظ، اذا جاك هيجي هيك يسوي وجاء ما ليش؟ لان على كل الشبيره. خلونا نتعرف على هذا اكو احد يقدر يقرا؟ صدام قال يا الله تعالى هنا قال يا سيدنا اتفقنا نحول السؤال الى سكيماتيك دايجرام. سكيماتيك دايجرام لا هذا ما موجود على ورقه هاي الكلمه هذا لازم عندك على يعتبر ايه هذا لازم تشتغل يعني قصدي انه موجود قدام انت تسوي السؤال اي هذا مو اكزامبل بس احنا خلينا كانه في شو ما موجود ان اير كونديشن سبيس فالحيز بابا حاله سبيس عافيه حيز مكيف ومبرر كلمه التبريد تروح للريفرجريشن مو للاير كونديشن يعني تروح لحفظ الاطعمه لازاله الحراره يعني كرايوجوني مو لراحه الانسان راحه الانسان هي مو اير كونديشن فاحنا بدنا نشتغل كونديشن بدنا نكيف حيز على مود الانسان هذا الحيز شنو خواصه الدراي ضل تمبرتشر مالته 27 والريلاتيف هيوميديتي مالته 50 واضح هذا الحكي هنا حل هاي النقطه كل هذه الفتره اللي سولفت هي هذا السكيماتيك مال راس كيف حتى انا طبيعتي اخلي الرش اير الجاي واحد واخلي الحيز الحيز دائما اثنين الهواء اللي يجي من برا اسميه واحد وبينات اثنين بس انت تبيها تسمي هاي واحد ماكو مشكله سميها اي ماكو مشكله واضح؟ اي كمل وين الهيوميديتي؟ ذا امبيانت امبيانت اي كونديشن ار 40 سنتين اي بوك تمبرتشر اي 21 سنتين اي بوك تمبرتشر كل مش لطيف هاي سؤال راحوا راح على الامبيانت الامبيانت شنو؟ معناها الامبيانت الجو. الجو معناها؟ نعم الظرف الجوي. الامبيانت الجو الظروف الخارجية. الامبيانت يقول الدراي بلب تمبرتشر مالتها 40 والويت بلب تمبرتشر مالتها 27 ديجري سنتيجريد. واضح؟ واضح؟ The space has a sensible heat gain of 14 kilowatts. واحدة واحدة. هذا الحيز هاي العبارة. ده يقول هذا الحيز ده يدخل لك كيو sensible 14 كيلوات. شنو معناها؟ هسه اقول لك شنو معناها. انت بعدك ما ماخذ حساب اعمال. انت بعدك ما ماخذ حساب اعمال. حساب الاحمال المفروض تتعرف الحيز هذا احنا هسه اجينا كيفنا قبل ما ندرس حساب الاحمال ومو مشكله يصير بس انت هذا الحيز مالتنا او الغرفه اللي انت قاعد بيها من اجيت وحطيت بيها سبله الطنين ورحت للاستقبال وحطيت الاربع طنون او طنين ونص او ثلاثه على اساس شنو احسنت على اساس مو انا نحسب الاعمال على اساس الاستخدام ظروفك بس اثنين بيها اثنين ثلاثه وشغلات بسيطه وصغيره حطيت بيها طنين واضح من تروح للاستقبال ويجوك 10 نفرات هذا الطنين يلحي ما يلحي فهذا ايش يقول؟ يقول الحيز ترى تتولد به طاقه مقدارها هبه واضح؟ تبعدين بالموضوع القادم نروح نتحصل وهذا الرقم كله احنا نحسبه واحد واحد لا انا بالنسبه لي ما اعرف شو قلت لي
هذا هذا خلي امثل يعني خلي اقول لك المجموع ممكن 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 يمثل مجموع الشعاع الشمسي اللي داخلك للغرفه، الحراره اللي داخله من الشباك والباب، الحراره اللي داخله من الحائط الخارجي، هذا حائط خارجي، من الحائط الداخلي هذا حائط داخلي فارق يعني حراره. نعم بس انا فاهم المكان هذا، فاهم انه في معناته تحرك، بس انا ما فاهم وين اوظفه بالسؤال. هسه تعوف التوظيف، التوظيف انا اقول لك اهم شيء افهم معناه بس. جيد جيد جيد، اذا فاهم بانه هذا هو عباره عن حمل حراري ليدخل للغرفه المفروض ازيله، هو انا شو اسوي؟ هو انا بالتكييف شو اسوي؟ بالتكييف اقول يابا هاي الغرفه ايش قد يطب بها لود؟ هسه اللود انواع، عندك لود خارجي وعندك لود داخلي وعندك لود تهويه. تحتاج تتنفس انت اللي ببالك، فاجيب لك حتى لو تشوف هذا ترى هذا فوق ايدك تليفون، واحد يجيب واحد يسحب. واضح؟ تحتاج تتنفس انت. فعندك حمل خارجي، هاي الاحمال الخارجيه اللي طب لك من الحيطان، طب لك من السقف، من الارضيه. ها؟ دف الدف هاي الكلمه ماده من عدة مواد. لا لا يعني مو قصدك انه جفن؟ لا 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 هذا الدف التليفون مالت هاي الماده ما اي الماده لا لا الدف هو هذا الدف الروتين اي هو هذا حاكي. لا 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 التهوية معناها فنتليشن، هذا يعطينا فنتليشن، واكو اكو هواء خارج، اكو هواء متجرد خارج منها، اكو هواء اذا الغرفة باردة، اذا الغرفة باردة فاكو هواء يهرب منها يهرب منها، واذا اكو شبابيك ما محكومة يهرب. فلاني عبارة عن احمال تطلق او تدخل حرارة لك، وبعدين تدخل حرارة تدخل حرارة تدخل حرارة الى ان تقوم انت متفتح. اي من طلع من طلع لا لا من طلع شيء بارد. ايه طلع ما دخل فشي مكانه. اي انا ادري اذا راح يدوس على الماكينه اللي يجيب بارد عافيه. اي هو هذا حمل حراره، اذا انت تدخل اذا تدخل حراره المكان ما يبرد بساعه راح يبرد بساعه. فاحنا نشوف دني ولازم دني نجيلهن حتى انت تبعد مرتاح. هذا هو معنى اللي دا يقول كميه الحراره المحسوسه اللي دا تتولد بهذا الحيز ترى 14 كيلو وات. هسه شنو تفاصيلها؟ ما بعرف، بس يعني ممكن اجهزه كهربائيه، ممكن يعني حراره داخله من الحيطان، ممكن حراره داخله من الاناره، من الاجهزه، من البنك، من اي شيء موجود. واضح؟ هاي النقطة. كمل. The air is supplied to the space at 7 millimeters. That's what it is. باو 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 لحد النقطة الثالثة. قال الهواء اللي انجزه هذا السهل، الهواء اللي انجزه للغموم ترى خواصه الدراي ضل تيمبرتشر مالته راح اسميها ثلاثه 7 degrees سنتيغريد، وبعد ترى ساتوريتي ترى ساتوريتي عفيف كم يرمي؟ humidity 100%. فهسه شنو؟ نعم بالضبط. فيا اما تكتب ساتوريتد او هو نفس هاي الكلمه ساتوريتد تعني يوميا. لا هذا هو يقول، هو يقول يقول الهواء اللي جهزناه للغرفه 7 دقري سنتيغريد. لا طاري ايش درجة حرارة سطح الكوريا؟ خمس. لا ما لك علاقة. يعني هاي 7 شكل هاي 7 ضرب الهواء اللي دخل للحيز. يعني ما استخدمنا شيء بالحل. شلون ما نستخدم شيء بالحل؟ أنت بس تفهم هذا شنو يعني؟ فقط عوف الحل. هذا عندي فهم السؤال نص الجواب. هو هذا الصحيح. فهم السؤال قبل. هذا اللي يقول لك الهواء هيك خواصه. والحيز هيك خواصه. وهذا الحيز ده يدخل له حراره هيك خواصه، دفعنا له هواء هيك خواصه، هذا كل اللي قاله. سبعه شفنا كتب اللي مدمن مال قبل مالته. شنو هو؟ هسه 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 شوف هسه شوف هسه كمل احسن كمل. ماس اوف ذا مويست اير سبلاي سبلاي تو ذا سبيس ان كيلو جرام بالساعه.
يريد كمية الحرارة، كمية الحرارة عفوا كمية كتلة تدفق الهواء اللي تندفعه بهاي النقطة الثالثة. أندوت. واضح يعني أندوت ما في الهواء هذا. بعد. لازم تجيب gain of space في الهواء. يريد اللي تنتمي بالولد هنا بعد. And three column load of air washer in kilowatt. إيه. 30% of air supply to the space to the fresh. جيد جدا. باوع قلك. قلك هنا بالنقطة الثالثة. قلك ترى أكو cooling load air washer. هذا cooling load عليكم air washer. Cooling load air washer. زين كولنج لود اير واشر ايش بيه هذا الكولنج لود اير واشر هذا الكولنج لود اير واشر 30% دا يستلم فرش اير والباقي شنو والباقي مدور طبعا احنا نطلع كل الهواء ما في الحي صح لو مو صح انا رجع 70% ونطلع 30% نجيب هواء جديد بمقدار 30% صح لو مو صح ونخلطه ويا 70 هسه هذا 2 صح لو مو صح هاي الخواص 2 لو مو خواص 2 هاي الخواص 1 لو مو خواص 1 الخلطه ايش سوت الخلطه طلعنا ام الام دخلت على الاير واشر هذا الجهاز الاير واشر ايش طلعها طلعت واضح مو واضح ايش ده يقول يمي يمي ما ادري ايه ما خالد ايش ده يقول ده يقول ده يقول يا بتر الكولنج لود اير واشر هذا الكولنج لود اللي هو ايش طلع اللي هو طلع درجة حرارة 7 اير واشر قصدك هذا يبقى خافض يبقى ما عليك ما عليك ان شاء الله ما عليك شنو هو هو ملف تبريد طريقة التبريد عفوا اي مو مهم العفو عفوا زين طلع لنا درجة حرارة 7 والهواء ساتشوريتد ايش ده يقول لك هذا الاير واشر 30% يستلم 30% يستلم هواء خارجي فريش اير ماشي من قال هاي الكلمه شنو معناها لان بالاستنتاج كلش بسيط 30% فريش اير اذا 70% شنو راجع اذا ترجع ريسيركليتد 70 تجيب ويا 30 تخلطهن بهاي النقطه تدخل نقطه الخلط على يمك على الاير واضح خلطهن اخلطهن ودخلهن على منو على الاير واشر بردهن وادفعهن علما للحيز واضح من خلال الاستنتاج اللي بعد ايه انا سقطها اعتبرها عندي اي رقم طبعا لا لازم تعتبره رقم يعني الاستنتاج طبعا اعتبره طبعا رقم يعني انا اقول لك والله اقول لك رجعني 60% شنو معناها جيب لي 40% فرش جيب لي 20% فرش بس يعني شنو رجع لي 80 واضح يعني انت لازم النسبه مالت الكتله انت تعرفها هسه بس خلينا نفوت بحساب الاحمال وشويه يمكن القضيه تصير اوضح من هذا الحج ماشي زين نطول بالك زين هسه اوف هذا بعد ما نحتاج شريك منك هسه اريد منك تروح لي دراي طلع سايكومتريك دراي بلد تمبرتشر 40 ويت بلد تمبرتشر 27 اريد منك اريد منك تحسب لي H1 W1 ودراي بلد تمبرتشر 2 27 وريلاتيف هيوميديتي 2 50 تحسب لي H2 W2 واضح بعد عندك معلومة لا مو مشكلة السؤال بي نكسب هذا تمام تمام كي هاي تمام تمام
40 27 مشرف 40 27 وانت طلع شو
نشوف هاي الستين، هاي الستين هي في ذلك الحال حتى تعرف تقرأ الإنسان كل شيء تبدأ فيه عادي بدون وحدة 85 كيلو 85 كيلو جوال كيلو لا تعرفه مكتوب مكتوب باو كيلو جوال كيلو 85 والدبليو يمكن غرام عليه بس الاجوان جت طلعت بها اذا بدها لو بعد 85 85 كيلو جول على الكيلوغرام ب 17.3.4 غرام على الكيلوغرام انتو فنشوف نص ما هو ثاني فنشوف كيف والله اي لا هو ثاني لا حتى لو بشكل مجرد منا أنا ما أكبر عنك 56 وحدات كيف يجون على كيلو غرام اكتبها كيلو غرام بي عبيه مو بس هيك كل ما طلعت بالنهايه كيف جول كيف
هذا الخارج
من الكتله الكليه فنشتغل بالنسب مو الكتله يعني هسه هو هاي 30% ما اعرف ايش بتمثل 50 بدل مكعب بالبنين 25 بنحسب بس نسبه فنشتغل بس بالنسب بس بعدين يتوضح الحكي يجينا امثله ممكن توضح الحكي اتش 1 ايش قد 85 الكتلة مالت الهواء اللي مرجعين 70% الاج مالت تشجيع 56 على 0.3 زائد 0.7 يلي يطلع او خليك كيف هنا يلا عين حاسبتك حاسبتك باوع عليه دبلي حاسبتك وباوع عليه باوع عليه الان انت من خاصي هسه انت الان احنا اتفقنا تقع على الخط الواصل بين 1 و 2 لو ما اتفقنا من خاصيه واحده اقدر اسقط اطلع باقي الخواص صح لو انا غلطان بطلع من خاصيه ليش ايش بدي يصير انت ليش تقسم على سنتيم سنتيم ولذلك انا ما اقدر اتقسم لان انت ما تعرف تقسم الخواص انت هذا الخط الخط تشوف ايش قد طوله طوله من 1 سنتيم ل 8 سنتيم فاذا لازم شو تسوي؟ لازم هذا الخط تجيب مقارنه ما تقسم على سنتيم سنتيم لا تقسم على اقل من سنتيم صح ولا غلطان؟ لا تصير بس اذا انت واحد غير انت اذا واحد مضبوط كل سنتيم اخذ 8% لا 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 قصدك يطلع 30% من 8% اي امشي امشي بس انا عارف الشغله اللي بتشتغلت 60 64.7 كيلو جول على الكيلوغرام ضاوع عليه ضاوع عليه انتاجيه الداخل او انتاجيه البشر 85 انتاجيه الراجع 56 ايش قد صارت انتاجيه ال 64 رايحه الى راح الخط الثاني هسه عندك تقدر هذا خط الانزام في موجود عندك مباشر تقول هاي ال 60 64 اطلع واضح انا اريدك تطبق القانون بعد مره تحسب لي ال دبليو 3 اللي هي 0.3 في دبليو 1 زائد 0.7 ب 11 وربع على 0.3 زائد 0.7 قد تطلع يعني راح نطلع بعد خاصيه بالقانون احنا نقدر نطلعها مباشره نقول دبليو ان اتش ام تقريبا تطلع تي ان واضح 13 من الرسم انت ايش طلعتها محمود طلعها من الرسم 13 غرام على الكيلوغرام ايش طلعت مشرف 12.8 واضح بها كرام شاطر احنا خلصنا التجربه بالذات بس المفروض معدات المحاضره دي ولا ما 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 انا صرت بالاجتماع صرت يعني ما تنفع وين ايش يصير بالاجتماع
31.5 دقري سنتيغريد. هاي 31 ضبط انا 31 ضبط مو شرط قدام اوكي 31.8 ماشي. هنشوف بعد الارقام زينه حلوه. 31 بها الله الارقام زينه حلو حلو ماشي. هسه هاي نقطه عرفنا خلاص تفضل اذا تجي تطلع رياضيه تقدر تجي تطلع رياضيه على قانون المكسب قانون المكسب جي بي ام اي لا نفسه ها في واحد ها في بي ام بس انت تطلع خاصيه هاي حتى اصلا حتى هاي زايد صار عندي شوية أمرنا ماشي؟ هي هاي زائدة إذا كنت تشتغل هنا وطلعنا من الشارع بس أنا حبيت أشوف الفرق بين القانون وبين مو كلش فرق ماشي. إذا نحن إذا نشتغل صح باو عليه الآن خواص واحد عندي خواص اثنين عندي انخطط طبعاً خواص أم أم مش دي يصير بيها يصير بيها كولنج بالإير ووشر واضح؟ بيصير بيها كولنج بالاير ووشر تطلع 7% بالمية واضح؟ هسه السبعة وين؟ باو عليه بالشارج السبعة 100% هي هاي صح لو مو صح؟ سؤال شلون استنتجتها 100%؟ سؤال شلون تتكاتب انت ما كنت موجود انت ما كنت موجود خلينا نكمل انت ما كنت موجود احنا سولفنا شفت ما كنت موجود ما كنت موجود مثلا السؤال 7% 7 ديجري سنتيغريد وساتوريتد الساتوريتد معناها الريليتيف هيوميديتي يعني 100% 100% انا ما قلت لك ريليتيف هيوميديتي 3 100% احسب لي الاتش 3 مالتها الدبليو 3 مالتها خلي ربعك يحسبون هي اشتغل عليها واطلعها. طلعها بالتالي. ارسم خط الاير ووشر. من انت
اولا اولا من اتفق خوش سؤال ترى يقول لك فتحنا رسلنا تستفاد منه اولا رسلت الاجراء اجراء المنظومه هذه هو هذا شنو هو هذا خلط واحد واثنين زين خلط واحد واثنين يعني اذا رسلت خلط الامتحان يعتبر حل طبعا حل جزء من الحل هذا خلط واحد واثنين خلطا بالارقام 20 بالارقام يعني وحكت بانه انت في هذا الرقم شلون عرفت؟ المفروض المفروض الرسم ما تكش يتضمن يتضمن هذا يعني اسعار يعني مبين مبين واحد مشتغل على السايكومتريك وجايز زين كان لك انا عندي الحراره هاي عين هسه انت والله احنا انا ما اقدر اعرف شلون الشيء اذا مو انت تسمع السايكومتريك يعني هسه انا هذا خطي مو كلش دقيق شويه بعد ابي هو خلينا نتاكد حتى نوخر هاي الحرارة طلعها برا لأن هي حرارة تطلع من دا يشيلها دا يشيلها تخيل واحد هنا أوتر ميتر كيلفر يقول لك عم هاي الحرارة اللي تطلع تطلع لك إياها تطلع لك إياها برا واضح واضح بس هذا تبدأ تسوي تدفع فيه أمدور فإذا إذا الكيو سنسور المتولدة بالحيز تساوي كمية الهواء المدفوع في داخل الحيز أعلى من لو الانتاج اللي دا أتبعها أعلى لا لا جيد ليش؟ إنه أنا دبر عفية هو أصلا الحرارة تتولد جوا أصلا الحرارة تتولد جوا لا أنا أتبع شنو انتاج فيها أقل حتى أزيل الحرارة إذا الـ H3 عفوا الـ H2 ماينس لا الـ H3 واضح؟ لأن هذا الهواء بعد الشغل والتعب والخلط والوشر جهزته ورتبته حتى ادفع وين للحيز حتى يزيد لي وشنو حتى يزيد لي هذا اللود واضح اذا اللود 14 كيلو وات يساوي ام دوت هواء اتش 2 ايش قد ناقص اتش 3 ايش قد
ام دوت شو يساوي؟ يلا 14 على جيد قسم لي ال 14 على 56 ماينص 23 ال 14 على 14 كيلو وات. لا ليش؟ لان ال 56 كيلو جول فكيلو جول كيلو باو على باو على باو على كيلو غرام على السكن في كيلو جول على الكيلو غرام. ها راح لو انا غلطان وخر هذا ويا هذا 40% مو جت 40% بوينت 42 شنو وحدات واصل باو عرف الزكوع كيلو غرام عسل. لأن مو منطقي أنت تدفع نص غرام. تدفع برة الغرفة فيها 14 كيلو وات. 14 كيلو وات هاي قسمها على 3.5. كم 3.5؟ 3.5 هاي 4. مو؟ 3.5 4 أكثر من 4. صح؟ مو منطقي أنت تدفع لها. ثانياً هي أنت هاي الوحدات قدامك كيلو غرام عسل. هاي شنو؟ كمية الأواعي اللي بدك تدفعها. هو سهلة وخفيفة. مو مشكلة بالساعة نضربها في 3000 يلا 3000 نضربها في 3000 سنين ما احنا طلعنا له انا ما بقولك على هاي السؤال زين بعد اريد منك الليتنت هيت جين للسبيس شنو الليتنت شوف جيب ماء وسخن معناها ترجمتها الحرارة الغير المحسوسة غير محسوس الليتنت أو اللاتنت حرارة غير محسوسة بس شنو مفهومها لازم تعرفه مفهومها إذا تجيب إناء وتنطيه حرارة مي عند الضغط الجوي انطيه حرارة وخليه محرار تخلي من تطيه حرارة المحرار شبيه يصعد 25 مي درجة حرارة الجو صعد صار 50 بعد صعد صار 70 بعد صعد صار 99.69 وثبت ده تطي حرارة المحرار ثابت تشيل المحرار توديه تشي تحطه يبقى ثابت شنو هذا ليش بدأ يصعد بعد أنا دامت حرارة تباوع على المي تلقى المي نصه صاير بخار فدرجة الحرارة ثبتت باللحظة اللي قامت الحرارة ما تصعد بمقياس درجة الحرارة تغير بالطوى سموا هاي الحرارة اللي نضيفها سموها لاتنت هيت حرارة غير محسوسة ما لها علاقة بالضغط الجو ثابت حرارة بمعنى حرارة ما يحسها المحرار واضح لاتنت هيت حرارة ما يقطعها المحرار ما يتغير تدريجته واضح زين تفضل لا لان بها اندوت شيل الاندوت سويها سبيسيفيك تصير اسمه لا لا ما تقدر لازم يعطيك اياها مثلا متر مكعب مثل ما اجب السؤال لا والله بسيط سهل لا تستعجل هل ستجي اخر شيء طخر عندك الفكره بشنو بدي احولها باع عليه تبع عليه هسه هو هنا باع عليه هسه هو هنا حاسب لك اياها الثلاثة لا مو العكس الثلاثة السبيسيفيكين يعني انت تزيد الى 30 هذا ما تاخذ وايد ايش والله انت تزيد الى 30 انت هذا مو شغل قدامك هذا شغل كله جاهز وحلو يريد الليتنت هيت كيو لتن تساوي ام دوت ايضا دلتا اف
بس لا دلتا اتش، دلتا اتش ما انت الحيز هذي باو عليه باو عليه الحيز هذا بيصير فيه ليتنت مقداره هذا واضح واضح هذا يا اما تقاطع بخط مستقيم افقي ويا الاثنين عمودي ويا الواحد وتطلع نقطه اي وتطلع الانسابيه مالتها وتقول دلتا اتش او او تقول التالي تقول الدلاله الدبليو مثل ما انا كاتب لك القانون دلاله الدبليو الاولى والثانيه هسه اقول لك الاولى والثانيه هسه اقول لك الاولى والثانيه اي نعم لان هو هذا الخط المستقيم شنو معناه باور يساوي ام دوت اي هذا الاثنين طبعا انت ايش تسوي بالحقيقه انت تدفع الثالث قيمه عفوا انت تدفع الثالث قيمه تدفع الثالث للحيز فهذا الهواء مرتب هذا الهواء مرتب نرجع هذا الاسكيماتيك قدامك هذا الاسكيماتيك قدامك انت باور هو شراسه الاجراء سامي هو الاجراء ما تكون تمام الاجراء تشوف هاي النقطه تشوف هاي النقطه بيدفعها ايمن للحيز خلي نرسم اجراء اسمه اجراء التجهيز اجراء السبلاي هذا الهواء وين دا يروح؟ دا يروح للحيز صح مو صح؟ يعني بالبدايه هم سووا خطه واحد واثنين طلعوا ام ام بردوها طلعوا ثلاثه ثلاثه وين راحوا دفعوها؟ رجعوا للحيز هذا خط السبلاي فشي يقول؟ يقول ام دوت في الدبليو شوف الدبليو مات اثنين اعلى من الدبليو مات اربعه واضح؟ فالليتنت اللي دا يكتسبها اثنين ماينس اربعه في الاتش اف جي اذا تتذكر انا قايل لك الام دوت في الدلتا اتش ممكن نعوضها ام دوت اي دلتا دبليو اتش اف جي الاتش اف جي 2500 جاهز اذا تتذكر الرقم اللي يطلع عليه مثل السبيسيفيك مال هيومن اير اللي هو 1.4 هسه هذا انت تقدر تطلعه بدون هذا القانون بس خلينا نكتب هذا القانون لازم يمر عليه الاتش اف جي لازم يمر عليه لازم نشوفه انا اقدر اخليك ما تشوفه بكل بساطه بكل بساطه باور عليه هاي النقطة هسه شوي الرسم ما في هنا الاسكيماتيك اللي قدامكم هذا على السبورة شوي مو واضح باور عليه هاي النقطة الأربعة وهاي النقطة الثانية هو ايش يقول لك؟ دا يقول لك يابا هذا من دا أجهزة للحيز ايش قد اكو بالحيز حارة كاملة بكل بساطة هي هاي الاتش ماينس هاي الاتش يعني تقدر تقاطع هذا الرسم راح اكرر مو واضح الرسم تقريبا هالشكل ثلاثة اثنين قاطع بخط افقي ويا الخط العمودي تطلع هاي الاتش تقدر هسه تسويها وتقول الليتنت تساوي ام دوت مالت الهواء راح اسمي هاي النقطه اي اتش 2 ماينس اتش اي واضح؟ عمي واضح راح واضح يصفر طلعني هذا الواضح بس واضح حتى ما تنسى اي قرار الاتش مالته 65 فوق ال 65 الاتش اي واثق طلع لنا اياها 66 شوف الام دوت ما تعد يدك ها؟ ليش 56 واثق واثق باو عليه باو عليه رقمك مو صحيح تدري ليش؟ واثق بس انتبه عليه واثق رقمك تدري ليش مو صحيح؟ هاي الاتش 2 الاتش 2 اعلى من الاتش اي صح ولا مو صح؟ شوف الاتش 2 عندك 56 شلون طلعت لنا الاتش اي؟ 44 حلو خوش رقم 50 56 ماينس 44 وايضا تقدر تستخدم هاي العلاقه اللي هي 0.46 دبليو 2 عندي 11 وربع دبليو 3 عندي 6 وربع في 2500 راح تطلع لك الليتنت هيت شلون راح تطلع 44 اعلى من النقطه الثانيه طب من هذه لا مش لا مو الواحد مو الواحد انت
514 كيلو واط قسمها على 3.5 هذا اللود مالتك 5 قبل 5.004 فانت بريد. واضح يا شباب؟ واضح عني؟ ماشي؟ اكو حد عنده سؤال؟ ها؟ لا 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 ده يقول انت طلعت الطن 17 طلعت فارق طلعت 28 فرق طنية مو تقريبا 11 كيلو اقتصدنا هو غلطان مو لا مو هو غلطان هذا الأندوت حسبناها بهذا العلاقة قارن لهذه ويا اللي حسبناها بالأنشاء شوف ليش قد تطلع ونتناقش بين المحاضرة الجاية لهنا نختم الموضوع مال السايكومتريك ونحاول